السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي، ومرحبا بالناس اللي عاد دخلوا عندي جدادين. مرحبا بكم كاملين، وعواشركم بركة. تعيدوا تعودوا. العيد الكبير إن شاء الله راه قرب، الله يدخلوا لنا إن شاء الله بالصحة وبالسلامة وبالرزق وبالتيسير إن شاء الله الرحمن الرحيم. وبداك الشيء اللي تمنيتوا إن شاء الله، واللي عندها شي ولد ولا بنية يا ربي إن شاء الله ينجح إن شاء الله يا ربي. أنا كنطلب لهم إن شاء الله ينجحوا بتفوق ويفرحوا والديهم، وهذه هي الدنيا. الإنسان علاش كيجري غير على ولادو؟ باش إن شاء الله يكونوا أحسن منه في المستقبل. المهم أخواتي، كنتمنى لكم النجاح كاملين لكم ولوليداتكم، ونتمنى إن شاء الله باش تدوزوا هذا العيد على خير وبخير وبالصحة وبالسلامة إن شاء الله الرحمن الرحيم. المهم أخواتي، اليوم الفيديو اللي غادي نهضر فيه اليوم غادي نهضر على الناس اللي كيكونوا بحال هكا، يعني متخاصمين ويعني تفرقوا. بحال دابا مثلا المرأة كتكون هي وراجلها تخاصموا، وتتصبي هو هز راسو ومشى بحالاتو، ولا بالنسبه بحال هكا مثلا الخطيب يعني تناقش هو والخطيبه ديالته ومشى بحالاته وما تلاش رجع ليها لا بيا ولا بلا. وبالنسبه عاوتاني للام اللي كتكون بحال دابا مثلا تناقشت هي وبنتها او لا هي وولدها وهز راسها ونفر منها وهز راسو ومشى، كيفاش غادي نديرو حتى نرجعوه لهذا؟ كيفاش الام حتى غادي دير يعني ترجع ولدها ولا بنتها للاحضان ديالها؟ وكيفاش عاوتاني المطلقه كيفاش حتى غادي ترد الراجل ديالها؟ المهم بآية قرانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكل شيء ان شاء الله غادي ترجع الماء المياه لمجاريها. المهم اخواتي، انا غادي نهضر دابا بحال دابا مثلا على المراه اللي بحال دابا تخاصمت هي وراجلها وهز الراس ومشى بحالاته. هي في الحقيقة إلا كان هوايا راجل وسيدي ومولاي وعايشة معاه في الخير وفي الخمير، ماشي ما فيها بس، حتى إلا يعني درتي هاد المسائل ورديتيه ليك. أما إلا كان شي واحد نرجسي وكان ما كيعقلش عليك وما تيحترمك ما حتى شي حاجة، الشطبة والملحامي حتى لقاع البحر، ما عندكش ما ديري به. الا رجعتي لعندك غادي ترجع لك غير فقصه وتماره. واخا يكون عندك الوليدات خرجي وخدمي على وليداتك، ولا 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 ولا, ولا داك السم ديالو هو اللي غادي يبقى يعني طالقو فيك طول حياتك، حتى غادي يردك مكتئبه ويردك مهم، غتولي ديري الحاجه وانت ما عقلاش على راسك، وغادي تولي يعني حياتك كلها غتولي جحيم. ولكن الا كان هذا السيد يعني مزيان وكان كيتهلا فيك ووقع واحد سوء تفاهم ومشى بحالاته بغيتي ترديه وتنادم معاك الحال وبغيتي ترديه، اي هذيك انا نقول لك انا نشجعك عليها باش ترديه، لان راه بحالو ما غتلقاه شيء صراحه. انا بحال بين ولادك راه ما غتلقاه شيء. هذه بالنسبه للراجل اللي كيكون صالح وتيكون يعني ما كيخسر لك حتى شي حاجه، والشيطان دخل بيناتكم ولا الوسواس دخل بيناتكم اولا صحاباتك اولا عائلتك اولا شي حاجه وفرقاتكم، وبغيتي ترضيه ماشي مشكل. ولا بالنسبه عاوتاني للخاطبه، حتى هي الا كان يعني ذاك الراجل صالح ليك وكنتي يعني غادي تتزوجي به وغادي تعيشي في واحد السعاده تبارك الله، حتى الا جليتي عليه ورضيتيه يعني بايات قرانيه ان شاء الله ربانيه. اما الا كان غير غادي يتفلى عليك وكان يعني غير دايبك الوقت ولا شي الشطبه والملحمي حتى هوايا يمشيو لهلا يردو، اللهم تبقاي هكاياك اولا تعيشي معاه التعاسه، واش يتزوجك اولا ما يتزوجك شي، واخا يتزوجك الا كان غادي يدوزها عليك غير بنقص منه. المهم اخواتي، انا غادي غير نصايحي قلتها لكم يعني باش ما تزيدوش تورطوا في حياتكم، لان راه في الحقيقه راه الرجال راه فيهم وفيهم، وحتى العيالات عاوتاني راه فيهم وفيهم، غير هويا وكان الا كان هويا صالح ليك ما فيها بس، حتى الا درتي ليها الطريقه ما كان صالح ليك صافي كل واحد يمشي بحالاته الله يعاون العونات. هادشي اللي غادي نقول لكم اخواتي. المهم اخواتي، الايه اللي غنقول لكم دابا ان شاء الله، المهم انا غنقول لكم كيفاش، غنقول لكم الطريقه وانتم ان شاء الله غادي تخدموا عليها. بحال دابا مثلا درنا راجلك سميتو مثلا سميتو محمد فيها اربعه ديال الاحرف، هادشي اللي غادي نقول دابا انا هذيك الايه مع الدعاء اللي غادي نقول. بحال دابا مثلا محمد غادي تقراي محمد فيها اربعه، هادشي اللي غادي نقول دابا انا تقراي اربعه ديال المرات. كان في غير ثلاثه، بحال دابا مثلا درنا حنايا حمو مثلا درنا حمو فيها غير ثلاثه، الحا والميم والياء. اذا هادشي اللي غادي نقول انا غادي تقراي على ثلاثه، يعني غادي تقرايها بعدد الاحرف اللي عنده هوايا. هذا مثلا حمو غادي تقراي هاد الايه ومع الدعاء المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه صافي، وهانتي ساليتي.
الا كان سميتو، ولا كان عاوتاني سميتو بحال دابا عبد الرحمن، غادي تقراي عاوتاني على داك، على داك الاسم. عبد فيها ثلاثة والرحمن عاوتاني الالف واللام والميم ثلاثة، الراء والحاء وهذا هي ثلاثة، هي ستة سبعة ثمانية. إذا غتقرايها ماشي غير ثمانية، غتقرايها تسعود عبد الرحمن، غتقرايها تسعود ديال المرات. ولا المهم انتوما غادي تشوفوا على عدد الحروف اللي بحال دابا مثلا، اللي بحال دابا احنا دابا قلنا نقولوا له محمد فيها أربعة، غتقراي هذه المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة. كانوا خمسة غتقرايها خمسة المرات، كانوا ستة غتقرايها ستة ديال المرات، يعني بعدد الأحرف اللي هو اللي عنده هواية. المهم أخواتي، أنا غنقول لكم دابا إن شاء الله الطريقة، وإن شاء الله إلا درتوها ويعني ودرتوها بسميتو بواحد اليقين بواحد النية وداك الشيء، إن شاء الله راه غادي يعني راه غادي تشد معكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. ماشي تقولي أنا وغادي نديرها وغادي نجربها ونشوف. المهم ديريها وديري اليقين ديالك في الله سبحانه وتعالى، وصلي واحد جوج ركعات ونضي عاد ديريها إن شاء الله الرحمن الرحيم، وصلي واحد جوج ركعات واستغفري، استغفري وتوبي، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ربما تكوني دايره شي ذنب وداك الذنب هو اللي جعلك تفرقي مع راجلك او مع خطيبك او مع ولدك. المهم استغفري الله سبحانه وتعالى، ومنين تسالي عاوتاني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني ديما ديروها، ندير الحاجه من ندير ديك الحاجه حتى كنستغفر الله سبحانه وتعالى، وعاد ديك الساعه ندير ديك الحاجه باش ديك الحاجه غادي يعني غادي تيسر ليا ان شاء الله بحول الله. المهم اخواتي، انا غنقول لكم دابا ان شاء الله، غنقول لكم هالطريقه وديروها، والكمال على سيدي ربي سبحانه وتعالى. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم انا غنقول لكم دابا الايه، وانتم كما قلت لكم انا كيف ما غنقول لكم دابا كيف ما غادي ديروا. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. هذه هي اللي غادي تقولوها، هذه غادي تقوليها سبعه ديال المرات وانت كتقوليها. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. واخا هانتي قلتي هذه الايه، اش غادي تقولي في الدعاء؟ اللهم اسالك باسرار هذه الايات وما شملت بسرها وعظمتها وسرعه استجابتها الا يعلو علي فلان ابن فلانه. انت غادي تقولي واش راجلك ولا خطيبك ولا ولدك ولا هذا. المهم غتقولي تسميه وسميه ديال تمو. وياتيني طائعا ومسرعا. نعاودها لكم، اللهم اسالك باسرار هذه الايات وما شملت بسرها وعظمتها وسرعه استجابتها الا يعلو علي فلان ابن فلانه وياتيني طائعا ومسرعا. هذه اللي غادي تقولوها. اللهم يا من رددت يوسف لأبيه وموسى لأمه، رد إلي فلان ابن فلانة خاضعا مسرعا ومتوسلا، إنك على كل شيء قدير. نعود لكم هذا الدعاء. اللهم يا من رددت يوسف لأبيه وموسى لأمه، رد إلي فلان ابن فلانة خاضعا مسرعا ومتوسلا، إنك على كل شيء قدير. عاوتاني غادي نقول عاوتاني هذا، اللهم أسألك دعوة لا ترد ورزقا لا يعد وأبواب لا تسد وفرحة ليس لها حد، إنك سميع مجيب. هادشي اللي غادي تقولو إن شاء الله بحول الله. صافي هادشي اللي غادي تقولو. نعاود من الأول الآية، أنا غنعاودها لحقاش راه كنقولها ونعاودها، ولكن كتقول وكاين شي وحدينات كيقول لك لا هادشي راه ما فهمناش. نعاود نقولها لكم. مثلا هاد الراجل سميتو محمد ربعة، دابا انت قريتي هادي، هاديك سليمان غتقراها سبعة ديال المرات كتسمى ديك الساعة يلاه قريتيها غير مرة واحدة. نعاودها تاني على نقرا ديك، انت قريتيها سبعة ديال المرات ونقرا داك الدعاء اللي كاين هنايا مرة مرة مرة، وبني نسالي عاوتاني نعاود تاني المرة الثانية نقول هاد الآية، نقولها عاوتاني سبعة ديال المرات ونقول داك الدعاء مرة 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 مره مره وحده. صافي الاولى نقرا فيها السبعه والدعاءها مره وحده، المره الثانيه الايه سبعه نقراها السبعه والدعاءها المره الثانيه، نعاود نقرا ثاني هذيك الايه سبعه ديال المرات والدعاء هي الثالثه، وعاوتاني نقرا عاوتاني هذيك الايه سبعه ديال المرات مع الدعاء هي الرابعه. انت كملتي محمد، صافي كان كثر غادي تزيدي كثر. المهم نعاود لكم هذا الايه،
قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. واخا هذه غتقريها 7 ديال المرات. اللهم أسألك بأسرار هذه الآيات وما شملت بسرها وعظمتها وسرعة استجابتها، ألا يعلو علي فلان ابن فلانة ويأتيني طائعا ومسرعا. حتى غتقول هاي مرة واحدة. دعاء ثاني: اللهم يا من رددت يوسف لأبيه وموسى لأمه، رد إلي فلان ابن فلانة طائعا ومسرعا ومتوسلا، إنك على كل شيء قدير. هذا الثاني. ثالث: اللهم أسألك دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وأبواب لا تسد، وفرحة ليس لها حد، إنك سميع مجيب. صافي هنا قريتوها، صافي كملتوها 4 ديال المرات. صافي نتوما قريتو هذاك الدعاء، قريتوه مرة واحدة، ديك الآية قريتوها 7 ديال المرات، الدعاء 3 ديال المرات. صافي قريتوهم كاملين، ساليتوهم. صافي هنايا راكم ساليتو، صافي ساليتو دابا كلشي. صافي وفي الخير، صافي فاش غادي تختموا كلشي. صافي نتوما قريتو هادوك 4 ديال المرات، صافي قريتوهم ساليتوهم. صافي باش غتختموا كلشي اشنو غادي تقولوا؟ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوجي فلان ابن فلانه، او لا خطيبي فلان ابن فلانه، او لا ابني فلان ابن فلانه، او لا بنتي فلان. المهم داكشي اللي في قلبكم نتوما اللي راه هوايا، يعني راه مشى وما رجعش. صافي هذه غتقرايها على المهم على 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 اللي انتيا راك ديك الساعه باغيه تقراي عليه. ورده الي ردا جميلا، انك سميع مجيب دعوه الداعي اذا دعاك. هذه صافي غنقراها في الاخر، هذه عاد اللي غنقراها. صافي حتى غنقرا هذوك ونساليهم بخطره. صافي ساليتهم بخطره، صافي ساليت هذوك بعدد الاسم، بعدد الحروف ديال الاسم ديالو. صافي ساليت كلشي بخطره. هذه اللي غتقولوا: يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوجي، انا غندروي زوجي، بيني وبين زوجي، ورده الي ردا جميلا، انك سميع مجيب دعوه الداعي اذا دعاك. صافي هنايا انا ساليت كلشي. هنا ان شاء الله بحول الله مني غادي ديروا هاد الامور كامله. صافي انا يعني شرحت لكم وقلت لكم كيفاش ديروا ليها. صافي ملي غادي تساليوا هادشي كله ان شاء الله الرحمن الرحيم، راكم ما غتحسوش به ان شاء الله، حتى غادي اما يتصل بكم اما غادي يجي هوايا برجليه. صافي يا لراجلك، يا لزوجك، يا لولدك، يا لبنتك، المهم داكشي اللي بغيتي انتيا هو ان شاء الله اللي غادي يكون. يعني صراحه يعني الا درتوا هذه هي يعني بالطريقه اللي قلتها لكم انا، راه ان شاء الله غادي تكون الامور ديالكم كلها ميسره. وصافي وديك الساعه ما غتبقاوش مشوقين لهذاك السيد اللي فرقتكم، وان شاء الله غادي ترجع للمياه المجاريها، وان شاء الله غادي تكونوا ان شاء الله على خير وبخير. وهذا الشيء اللي قلت لكم ان شاء الله هو اللي غادي ديروه، ويعني غادي ديروه وغادي تسناو ان شاء الله الرد، غادي يكون يعني قريب ان شاء الله ماشي بعيد. كنتمنى اخواتي باش نكون فهمت لكم الموضوع، ويعني وعرف وريتكم الطريقه وكيفاش غادي ديروا ليها، وديروها في اي نهار، ما عندكمش مشكل في اي نهار غادي ديروها. من طبيعه الحال بغيتوا ديروها راكم غادي ديروها يعني بنهار بحال هكايا. صافي ديروها حتى الا بغيتوا ديروها مع الفجر ما كاينش مشكل، حتى الا بغيتوا ديروها مع قيام الليل ماشي مشكل. المهم في اي وقت بغيتوا ديروها، ولا كان قيام الليل راه احسن حاجه هي قيام الليل، راه ديك الساعه فين كيكون سيدي ربي سبحانه وتعالى، ديك الساعه راه تيكون ديك الساعه الله سبحانه وتعالى كيتسارى وتيقول لكم زعما شكون اللي عنده شي طلب، شكون اللي عنده شي دعوه اولا شي حاجه، انا يعني غادي هذا انا غادي نحقق لي داك الشيء اللي بغاو، داك الشيء اللي هويا سولني عليه انا غادي نجاوبو عليه. كنتمنى اخواتي نكون فهمت لكم الموضوع، وكنتمنى ان شاء الله ديروا هذه الطريقه اللي قلت لكم انا، والله يرجع المياه لمجاريها ان شاء الله بحول الله. شكرا اخواتي، والى الملتقى ان شاء الله.